موضوع تأملنا: أنت تختار لا أنا. والعبارة دي قالها أليهو في كلامه ومحاججته بعد ما أيوب خلص كلامه وأصحاب أيوب خلصوا كلامهم، وهو كان سنه صغير فكان ساكت، ففي الآخر قال: أقول الكلام اللي عندي. أيوب كان كل كلامه: أنا بريء وربنا مستقصدني. وأيوب اعترف بعدين لما ربنا كلمه إنه قال له: أنا تكلمت بما لم أفهم، كان مش في وعيه يعني. فبتكلم كده وخلاص من تقل التجربة، وقالها كذا مرة: أتكلم في مرارة نفسي، حسيب نفسي خلاص هكلم، وكلم وقال كلام كتير هو ندم عليه بعدين. أصحاب أيوب خدوا منهج تاني اللي هو كل فعل ليه رد فعل، واللي يغلب بقى هو اللي يكون ايه، للفعل اقوى يغلب، لرد الفعل اقوى يغلب. فكل شويه واحد يزود واحد يزود واحد يزود لغايه لما اتقلبت لمعركه في الاخر. ايه الرد فعل بتاعهم؟ واحد بيبرر نفسه، يبقى رد الفعل يكون ايه؟ استذناب ايوب: انت غلطان. غلطان في ايه؟ ما عندهمش مستند انه غلط. لا، انت غلطان، وكل شويه انت غلطان انت غلطان، لغايه لما ركبوه خطايا العالم كله بالتفصيل. وهو وصلت يعني الى رد المحاججه بكلمات تسيء اليه: مين انتوا اللي تكلموني ده؟ ما كنتش احب ابائكم يكونوا مع كلاب غنمي. الحكايه وصلت في الاخر الى كلام سخيف جدا، سواء من ايوب وبالاكثر من اصحاب ايوب، لانهم مسكوا منهج غلط. اليهو الحقيقه قال له: انا مش ضدك يا ايوب، ولا انا عايز استذنبك، ولا انا هعمل زيهم. انا هحمل دعواك الى الله، هتكلم عنك. وابتدى اليهو يتكلم الحقيقه كلام متزن جدا خالص. هنا احنا بندرس 34، مش كله هناخده، احنا هنركز في الحته الاخيره بتاعه المؤمنين. لكن في 34 ماسك الحته الاولانيه بتاعه تعامل الله مع الخطاه. ليه بيضرب الخطاه؟ عشان مش عايز يموته مره واثنين وثلاثه، وعايز يصحى يفوق يعرف ان في اله. وفي النهايه ما عرفش هيروح يضربه، هيخلص عليه بعد ما يكون عنده كل المستندات للمحاكمه. خد كل المستندات، هذا الانسان رفض المره دي رفض المره دي، وكل ده مكتوب في السفر اللي هيتفتح مع الاسفار، ويدان كل واحد بحسب الاسفار امام العرش الابيض العظيم. كل المستندات كملت، ففي الاخر يبطش به وموت، خلاص خلص الموضوع. تعاملات الله مع المؤمن غير كده، كلام مظبوط 100%. لدرجة بعض الناس من إعجابهم بأليهو قالوا: ده يرمز المسيح. لا، ما هوش يرمز المسيح، بس هو واخد مكان المسيح في الوساطة بين أيوب والله بس. يعني زي المحامي بتاع أيوب، خد نفسه مكان أيوب، شاف الضربات اللي عنده، البهدلة اللي هو فيها دي، وبيدافع عن مكان المسيح، مكان الروح القدس اللي هو الشفيع. يعني بيتكلم لصالح أيوب قدام ربنا، وبيفسر لأيوب الفكر الإلهي. لا، ربنا بيعمل معاه كده ليه؟ فبيقول له ربنا بيضرب الاثنين، بيضرب ده وبيضرب ده، بس المؤمن مش لازم يعرف، وصعب انه يعرف ربنا بيضربه ليه. صعب ليه؟ لأن مخ ربنا كبير وفكره كبير وإدراكه كبير. أنت إيه أيها الإنسان عشان تدرك فكر الله بالنسبة لك؟
مش هتقدر تعرف. لكن انت كإنسان تعرف الرب، لابد ان تثق في الله، لابد ان تدرك انه عنده حكمة في الضرب. طبعا ضرب ايوب ده ما حصلش في التاريخ الحقيقة، محدش فينا يقدر يقول ايوب وحش. ده لو حصل معايا بلاش انت، لو حصل معايا هعمل اكثر من ايوب، حصل رهيب جدا يعني، ما نقدرش نقول كده. لكن برضو كلام قاله صحيح، انا ما اقدرش اعرف اعمال الله، لكن ادرك تماما انها كلها بحكمة صنع، ولي رأي في الموضوع، ولي فكر في الموضوع، ولي قصد في الموضوع. بالنسبة للأشرار بيختم أليه كلامه، نربط ده مع الأبرار بعد كده. مثلا نبدأ نختم مثلا من عدد 23 وعدد غامض شوية، ناخد من عدد 23. لأنه لا يلاحظ الإنسان زمانا للدخول في المحاكمة مع الله. مين لا يلاحظ؟ اللي هو الله، يعني ما هوش محتاج وقت طويل عشان يعرف. الوقت بتاع عمر الإنسان كفاية، ربنا عرف خلاص، عرف نهاية هذا الإنسان، مش محتاج وقت طويل، مش محتاج يطول العمر كتير. في عمر معين الإنسان الخاطي ربنا عرف ده مصيره فين، واللي مكتوب في السفر ايه، وهيتحاكم ازاي. يحطم الأعزاء من دون فحص، خلاص من في يفحص ليه، وصل لهذا القرار دلوقتي لازم ده يتشال، الدنيا لفظته وليس له مكان في العالم، يخطو ويقيم آخرين مكانهم. لكنه يعرف أعمالهم وعارف كل حاجة، مش أنه قلبوا أن الأعمال راحت، موجودة كلها، وانفتحت أسفار ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار. يعرف أعمالهم ويقلبهم ليلا فينزحقون بالألوف، أي تسونامي بمئات الألوف كمان راح، سواء خطاة أو أبرار يعني، لكونهم أشرارا يصفقهم في مرأى الناظرين. الناس تستغرب إيه اللي حصل للناس دي كلها، ماتوا، جايز منهم أبرار بس وقتهم جه، لكن الأشرار خلاص يتحصدوا، ما فيش فايدة من وجودهم في الدنيا، لا هم حيدركوا، لا هم حيقربوا، لا هم حيتوبوا. ناخدهم يصفقوا في مرأى الناظرين، لأنهم انصرفوا من ورائه وكل طرقه لما تأملوها. ما تأملوش الحادثة دي، ولا تأملوا الحادثة دي، ولا تأملوا الأمر ده، ولا يلا خلص عليهم. حتى بلغوا إليه صراخ المسكين، وضغطوا على المسكين أكثر، فالصراخ وصل، وصراخ المسكين ده ربنا ما قدرش يستحمله كتير. يقول كده، حتى بلغوا إليه صراخ المسكين فسمع زعقة البائسين. خلص الموضوع، سكن من يشغب، هو بس كل حاجة، اسكت محدش يقدر يتكلم، حاجة بوجهه مين يشوفه، سواء كان على الأمة أو على إنسان، حتى لا يملك الفاجر ولا يكون شركا للشعب. ده عن الخطاة. نبتدي بقى في تعامل الله مع المؤمنين اللي هو يهمنا احنا. المؤمنين المضروبين، كلنا مضروبين، بس كل واحد ايه، ضربة خفيفة، ضربة ثقيلة، ضرب درجات عند ربنا. طب المؤمن الطري ربنا يضرب ضربة ثقيلة ولا خفيفة؟ ايه رأيكم؟ ها؟ خفيفة، ما استحملش، طري طري، ضربة خفيفة. طب المؤمن اللي العيار ثقيل مع ربنا، يعني داخل في ربنا كتير، يضربه خفيف ولا ثقيل؟ ثقيل، ده إهانة لو ضربه خفيف. تخيل ساعات جالك أوفر لامتحان شغل، وانت مثلا بقالك 30 سنة بتدرس ووصلت الى PhD، ما اعرفش في اكتر منها ولا PhD، ده انا اخر معلوماتي، وبعدين اقول لك الشغل ده فيه امتحان، تطلع على الكمبيوتر تأدي الامتحان ده وترسله لنا،
أول سؤال في الامتحان، 2 × 2 بكام؟ ده مش ليه الامتحان ده؟ إيه الـ2 × 2 ده؟ وأنا عندي 3 سنين ولا 4 سنين؟ إهانة مش كده؟ المؤمن اللي داخل في ربنا لازم يعرف الحاجة دي، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة لأماجد أبد. هيديك خفة ضيقة كده قد الملبسية؟ هتاخد عليها إيه دي؟ أيوب كان واخد المركز ده، ليس مثله في الأرض. طيب المؤمن المضروب سواء ضرب خفيف أو ضرب ثقيل، ولكن هل لله، هذا المؤمن قال لربنا، هل لله قال احتملت؟ أولا أنا احتملت الضرب، احتملت الضرب أول حاجة، احتملت الضرب. هل بنحتمل الآلام؟ هل بنتذمر في الآلام؟ هل عملنا زي أيوب وأنا بار وأنت حطتني مرصادك وهدف ليك وقعد تضرب فيا؟ وأيوب تعب في التراب وفي التراب والرماد. هل احنا يعني بلاش نجدف، لكن يعني نتهم الله بالظلم؟ وكلام أيوب فيه ظلم كتير على الله، نتهم الله بالظلم، نتهم الله بعدم المعرفة، نتهم الله أنا مش واخد باله من كفاية كفاية كفاية. يبقى أنا وأنت خسرنا كتير لو عملنا كده، لكن عشان ما نخسرش نعمل إيه؟ احتملت، احتملت. ماذا يقول الكتاب عن الإنسان الذي يحتمل التجربة؟ مزكى ولا مش مزكى؟ جدا. ايه ده؟ بيحتمل وبتقالها عليه المرة الجاية، ما هو نما في الإيمان. احتملت. هل لله، هل هذا المؤمن المضروب قال احتملت؟ حلو خالص كده، انت ماشي ايها المؤمن المضروب في السكة المضبوطة. العبارة الثانية اللي يقولها المؤمن المضروب في السكة المضبوطة، احتمال نقطة، وبعدين ايه؟ لا اعود افسد، هتوب، اصلا انا غلط، او سانمو درجة اعلى بحيث اقرب لك اكتر، بحيث يكون عندي فكرك، يكون عندي اعلان ارادتك، بحيث استريح في احتمالي، استريح في ضربي. ده في 2 بشر، بشر، واحد اسمه بولس والتاني اسمه ايه؟ سيلة. مش قالوا احتملت بس، قالوا ايه؟ قالوا هللويا. ايه ده؟ بتقول هللويا؟ انت مضروب، وضع عليك ضربات كثيرة ورجليك في المخترة ومليان جروح وحالتك بلا. هللويا. قعدوا يرنموا ويصلوا طول الليل. ايه ده؟ ايه ده؟ عشان قلقانين مش عارفين تنام؟ يا عم هو وقت نوم دلوقتي؟ ده وقت هللويا، وقت فرح، يصليان ويسبحان طول الليل والمسجونون يسمعونهما. حصل ايه؟ زي ما ربنا ما بيقدرش يسمع صراخ المساكين البائسين بيروح ضارب، هكذا ربنا ما يقدرش يشوف مؤمن بهذه الدرجة من مش بس احتملت، احتملت وشكرت وبرنم. الزلزلة جات وهزت أساس سجن وتكونت الكنيسة. أيوه ده اللي حصل في فيليبي. ليه؟ شكر على الألم، على الضرب، لأنه شعرين إحنا ما نستاهلش ناخد الضرب ده كله، ما نستاهلش، ما نستاهلش. أنا ما استاهلش يا رب، مش بس انك تجيلي وانك تضربني، يا جميله قوي دي، ما استاهلش انك تضربني، وضرب الشديد ده ما استاهلوش، ما استاهلوش. جميل قوي، جميل قوي. لا اعود افسد، لا اعود ارجع للوراء ابدا، مش هقعد اشكي ابدا ابدا.
في واحد ما يرضيش بالحكاية دي، فاكرينه مين؟ ما يرضيش بالضرب، ما كانش ضرب قوي يعني، كان ضربة كده خفيفة قوي. ايه الخفيفة دي؟ اوصي لبيتك لانك تموت. ايه فيه دي يعني؟ ايه فيه؟ واحد مؤمن قال ربنا، قال له ايامك انتهت، وصل بيتك يعني، قال له شكرا قلت لي يا رب هوصل بيتي، ويستعد ويسافر. ايه المشكلة؟ لا فيها ألم ولا فيها سجن ولا فيها مجاعة، فيش حاجة خالص، فيها كرامة كبيرة الحزقين، ويسافر فوق. ما أرضيش أبداً أبداً، لا 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 لا، إيه هو ده؟ فالرب حب يدينا مثل ما كرروش رب، أنا ما أعتقدش كرروا مع حد، جايز كرروا بس أنا ما أعرفش، لكن مش فاكر في الكتاب أنه كرروا، عشان يفهمنا الدرس ده. ايه الدرس ده؟ احنا جينا على فكره موضوع الخدمه بس هنرجع له تاني، يعني خدمه مخلصتش لسه شويه كده. ده ايه الدرس ده؟ بيقول له ايه؟ بيقول له انت تختار لا انا، مش ده عنوان موضوعنا؟ ليه؟ لانك رفضت، ما انت رفضت تاديبي، انت ما رضيتش بالتاديب، ما رضيتش بالتقويم. طيب هل ربنا يقول للانسان طب خلاص انت اختار بقى انا اعمل لك ايه؟ عملها ربنا مع حزقية. طب اختار انت. طبعا اصيب اشفى. طيب عايز علامه؟ ايوه عايز علامه. ودخلنا في الموضوع، وسبيت كل اورشليم ويهوذا بسبب اختيار حزقية، لم يقبل انه يموت، كان ملوش واد، كان لازم يجيب واد عشان عايز يديله البلد، ما هو ما هيديها لاخوه، لا دي بتاعتنا. الواد ده هو اللي سبب سبي اورشليم كلها، منس كله راح. نرجع بقى الدراسه بتاعتنا، احتملت لا اعود افسد، اتعلمت لا تذمر لا بكاء لكي ترفع عني هذا، قبول بشكر لكل احكامك، احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تعارضون الله ولا تحتملون. قال كده يعقوب، حينما تحتملون، احسبوا كل فرح يا اخوتي حينما تدخلون في تجربة، احتمل واصبر واشكر، شوف النتيجة ايه، حينما تقعون في تجارب متنوعة. البند الثالث هنا يقول له ايه؟ ثلاث بنود على المؤمن المضروب. ما فيش حد فينا مش مضروب، عليك تحفظه. مين فينا مش تحت الألم؟ ايه ليه تحت الألم وكل الناس تحت الألم؟ ثلاث حاجات علينا، احتملت لا اعود افسد، يعني هتعلم ما تزمرش تاني، ما هعملش غلط قدامك ابدا ولا تعبك خالص، هرضى بكل احكامك بفرح، لا أعود أفسد. الحاجة الثالثة إيه؟ ما لم أبصره فأرنيه أنت، وريني شوية كده، وريني شوية في الغموض اللي أنا عايشه ده، ما أنت ساكن بين الضباب وتتعامل معايا بين الضباب، فأنت ساكن في الغموض، طب وديني براحتك أنت، بس اديني اللي أقدر أشوفه، اللي أقدر أعرفه، أنا مش مبصر حاجة في الزحمة دي، في الضرب ده. ما لم أبصره انت ورهوني، علاقه جميله جدا، تعال اوريك، بيكشف لك حته حتتين ثلاثه، انبسط بيهم واكتفي بيهم، قول له يا رب انا تحت امرك، الى ان تنجلي الغيمه وتعلمني وترشدني، تلاقي نفسك نميت في الايمان وتعمقت في الشركه. واما شركتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح. خلص أليه الدرس الجميل ده، ربنا بيعمل إيه مع الأشرار، وربنا بيعمل إيه مع الأبرار، والأشرار نهيتهم الهلاك لأن عمرهم بيجي ويخلص الموضوع، والأبرار مطلوب منهم الاحتمال، وكمان بشك مش الاحتمال بتزمر، والتعلم من الحدث أننا لا نتزمر ولا نشكو ولا ننعي، وحاجة ثالثة أنه نطلب من الرب وريني الرب دي ليك، فهمني
ما لم أبصره فأرنيه أنت. تعليق على هذا: إن كنت قد فعلت إثما، يعني جايز ربنا لما يوريك حاجة ممكن يقول لك مثلا أنت بتحب العالم عشان كده أنا بشيل العالم من حياتك، أنت بتحب الأنا عشان كده أنا بشيل الأنا من حياتك، علاقتك بمراتك مش حلوة مش زي علاقة المسيح بالكنيسة بأدبك، علاقتك بالكنيسة مش مظبوطة بأدبك، لأن ممكن التأديب مش بس يكون للترقية كمان للتنقية. أي ابن لا يؤدبه أبوه، ينقيه ويرقيه. فإن قال لك في إثم في الموضوع خلاص يبقى لازم تأخذ هذا القرار، للنقطة الرابعة: إن كنت قد فعلت إثما فلا أعود أفعله. التوبة، التوبة تتوب، التوبة أعظم وأقصر طريق إلى الحرية الحقيقية. تتوب تخلص من الشيطان، تتحد بالرب أكثر، تتعمق فيه، تفرح ويفرح بيك الرب. يبقى ثلاث بنود، البند الثالث لو قال لك على حاجة كده لازم تتوب عنها. وبيقول هو مع أيوب قال له، قال له ايه اللي بتعمله ده؟ فايوب اتضع جدا، قال له تراب ورماد ولا ما فهمش بوليه. طبعا ايوب كان عنده كبرياء جوه، ما كان عنده، لما كان بيقدم ذبائح كان بيقدم عن نفسه؟ لا، اولادي بس هم العيال اللي يخطوا، انا ما أنا لا. إيه؟ ليه ما تخطاش ليه؟ ما انت اخطات وبهدلت الدنيا. تعلم ايوب التواضع والانكسار امام الله، مش انا ما فيش كلام زي كده عند ربنا، انا مين قدام ربنا؟ إن كنت قد فعلت إثما فلا أعود أفعله. بوز، ونيجي بقى للجزء الأخير لخدمتنا. الأجزاء دي اللي كانت المقدمة للعبارة دي اللي هي إيه؟ اللي هي فأنت تختار لا أنا. هل كرأيك، يعني أنت رأيك يا أيوب، إن ربنا يجازي الإنسان يعني حسب ما أنت ماشي كده زي رأيك؟ يعني أنت رأيك إن أنا سمعته بيقول إن لازم الله يعني ياخد رأيك في الموضوع، لأنه كل شوية أنت ظلمتني، ما أنت ما فاجئتني، أنت كسرتني، أنت دشدشتني، أنت طيب أنت رأيك إيه بالظبط؟ هل كرأيك يجازيه قائلا لأنك رفضت التأديب، رفضت الكارثة اللي علي، أيوب كان عليه كوارث، رفضت الألم، هل رأيك إن ربنا يقول لأنك رفضت خلاص أنا خلي عني بقى، هبعد أنا عن المشهد وإنت اختار مش أنا؟ إيه رأيك أيوب؟ تختار لنفسك إيه؟ هتختار لنفسك كل طريق سيء ومتعب، وستذهب بلا تأديب وبلا تنقية وبلا أكليل. مؤمن أنك أنت آمنت بالرب بس، تخلص كما بنار، هو ده رأيك؟ هل كرأيك يجازيه؟ يعني مش أن ربنا لازم يتم رأيه، لا خلاص الإنسان عايز كده، قائلا لأنك رفضت فأنت تختار لا أنا. وبما تعرفه تكلم، يعني ما تعرفه حسب معلوماتك إنسان اتكلم وأنا علي أنفذ لك، بس قول عايز إيه، عايز إيه، ربنا يمد وراك. ذوي الألباب يقولون لي بدل الرجل الحكيم الذي يسمعني يقول إن أيوب يتكلم بلا معرفة وكلامه ليس بتعقل، كلام فارغ ملوش معنى خالص. إيه الرأي الغريب ده؟ الإنسان يقعد على كرسي ربنا ويحكم ما لصالحه بما يعرفه. وأنا أعرف إيه كإنسان؟ أنا أعرف إيه؟ وأنا أعرف مين في الدنيا؟ وأنا أعرف البلايين البلايين اللي في الدنيا دول أعمل إيه فيهم؟ من أنت أيها الإنسان؟
في المزير يقول لك من هو الإنسان حتى تذكره؟ أنا ما مستاهلش أتذكر عندك يا رب، ما تستاهلش أتذكر عندك. هل رأيك يا أيوب الإنسان يقعد على كرسي ربنا ويصرف الأمور؟ أيوة، عيلتي دي تاخد كل حاجة في الدنيا، ها؟ في الآخر يعملوا ثورة الشباب وينزلوك من العرش وتتنازل على اللي خدته من الدنيا. ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. أمال إيه الطريق؟ الطريق الوحيد، الطريق الوحيد للتمتع بالعلاقة مع الله الأربع كلمات الأربعة دول. أول حاجة إيه؟ احتملت. تاني حاجة لا أعود أفسد. تالت حاجة ما لم أبصره فأرنيه أنت. رابع حاجة إن كنت قد فعلت إثما فلا أعود أفعله. إن حفظنا هذا الدرس يرفعنا الرب ويباركنا ويمتعنا بشركة طيبة جدا معه. حاسب من صوت الشيطان، فرصة ممتازة عند الشيطان إلى واحد مضروب ويقول له ألعن. مش مرات أيوب كده؟ بارك الرب، بارك يعني ألعن، بارك الرب وموت يا أخي وخلص. كان وقتها لسه ما تعبش. تتكلمين كلامك يا أحد الجاهلات؟ لما جوب أصحابه بقى وخبطوا بقى حصل غليان بين الاثنين. جه ليه ونشكر ربنا خلاه يمهد الطريق لله، يتدخل بنفسه، وفعلا الرب عالج أيوب 100%. الرب يعطينا قوة الاحتمال والإيمان، ينفق في كل معاملات الله، وأن كلها بحكمة صنع. ولإلهنا كل المجد للأبد. آمين.